الأستاذ عمر البنوبي الناقد الرياضي الكبير بينورنا ويشرفنا في الاستوديو. هو اتأخر شوية، اتأخرت ليه؟ لا ما اتأخرناش ولا حاجة يا راجل، احنا دايما ملتزمين بمواعيدنا يعني. طبعا حبيبي نورنا عمر، ده نورك. أخبارك ايه؟ الحمد لله كويس، كله بخير. في حاجات كتير جدا عايزين نتكلم فيها. نبتدي بالمنتخبات، ناخدها كده منتخب الأول في البداية، بعد كده نخش على المنتخب الأولمبي. رأيك ايه الماتش الرسمي بتاع كينيا كابتن حسام بدري والأداء، ايه رأيك؟ يعني انا شايف انه لسه ما زلنا في مرحله انعدام وزن المنتخب الاول. يعني لو اتكلمنا عن المنتخب الاول واللي شفناه في المباراه، معدل الوصول للمرمى، بنى الهجمه، نفس المشاكل اللي كنا اتكلمنا فيها مع عن منتخب اجري تقريبا جزء منها كبير موجود مع منتخب حسام البدري. وبالتالي احنا في ازمه، ولابد ان يكون في اصلاح اخطائه بشكل عاجل، لانه فقدان نقطة كمان في مرحلة التصفيات هتحطك في مشكلة انت في غنى عنها، لان انت منتخب مصر. انت كنت في فاينل بطولة 2019 على ارضك، فشلت في انك تتخطى دور ال 16، فدي كانت طبعا في معيار التقييم شيء سيء جدا. وبالتالي انت محتاج ان انت بعد التغيير الفني الكبير اللي حصل، تشلت جهاز فني بفلسفة وبمدرب اجنبي وبطاقم اجنبي وبفكر معين وبطريقه سيطره، مع حتى مجلس اداره الاتحاد اتغير، فلابد ان يكون في تغيير على الصعيد الفني كمان مع الجهاز الجديد. فاعتقد انه لا، الامور كانت صعبه في ماتش كينيا، خساره نقطتين على ارضك بتفكرني للاسف بماتش زامبيا بتاع تصفيات كاس العالم. تصفيات كاس العالم 2010 تعادلنا 1-1 هنا في القاهره، كان رينر ده هو المدير الفني لزامبيا بالظبط. بعد كده قعدنا في قصه لحد مباراه اومو دورمان. فبالتالي انا ما ينفعش ابقى في تصفيات امم افريقيا واعمل في نفسي كده، فلابد انه اتدارك الاخطاء بقى قدام جزر القمر. يعني جزر القمر منتخب متطور جدا عنده لعيبه محترفين في انديه كويسه في اوروبا. يمكن دي حاجات الناس ما ركزتش عليها شويه هنا، متخيله ان احنا هنروح نلعب منتخب مجهول او لعيبه جايبينها من على القهوه. لا، هم عندهم اكتر من لاعب. يعني في لعيب فريد ستار بلجراد، عندهم لعيبه في فالفيك الهولندي، عندهم لعيبه في الدوري الفرنسي لعبوا في اجاكس يو اوكسير وسوشو وفي باريس سان جيرمان الفريق الثاني، عندهم مجموعه لعيبه، وعندهم لعيب كان بيلعب في ميلول الانجليزي 6-7 سنين كمان فتره طويله. فاعتقد اللي هو النجيم، فاعتقد انه لا، عندهم عناصر لعبت في مستوى احترافي كويس. وانت عندك نواقص كتير، عندك محمد صلاح غايب للاصابه، عندك مشكله في المركز المهاجم الصريح، لعبت بكهرباء كوره. طيب انا هتكلم على مباراه جزر القمر، بس عايز اقفل ملف مباراه كينيا. بتشوف الاسباب بالظبط ايه في الاداء السيء وفي النتيجه من وجهه نظرك من خلال متابعتك؟ يعني ايه السبب؟ في شقين. الشق الاول هو التوقف الطويل للدوري مع كمان غياب معسكرات المنتخب. انت بدات تجمع معسكرات بعد التعاقد مع حسام البدري. ده عمل نوع من غياب حساسيه الملعب، ده اولا تجانس قليل. حتى المعسكر اللي فات ما كانش فيه معسكر، تقريبا ما كانش فيه معسكر. يعني انت بتتكلم لعيبه المحترفين جايين قبلها بيومين، محمد صلاح مش موجود، في لعيبه ما انضمتش من نادي بيراميدز، في مشاكل حوالين المنتخب. كنت اتمنى ان ده ما يحصلش. فده طبيعي التوقف. وده على فكره لاسارتي قالها، كنت في حوار معاه قال لي النقطه دي تحديدا. يعني ميرسي يا امير على الاشاده، لكن دي حقيقه فعلا. فعليا والله يا امير ركز على النقطه دي. انا لما سالته عن منتخب مصر قال لي المشكله عندكم في مصر دلوقتي التوقف الكبير. قال لي نوعيه اللعيبه كويسه، مصر فيها لعيبه كتير كويسه فعلا. قال لي لكن التوقف الكبير لمسابقه الدوري وعدم وجود تجمع للمنتخب ده هياثر على المستوى. والحقيقه دي كانت نقطه فاصله في بدايه حسام البدري مع منتخب مصر. فاعتقد انه كمان اللعيبه شويه مش فاهمين بعض، في حاجه غريبه في الملعب يا امير برضه، خلينا صراحه كانهم يا عمر ما اتمرنوش اصلا مع بعض، وما لعبوش مع بعض قبل كده. تحس ان في لعيبه عناصر كتير لعبوا مع بعض مش مركزه. يعني في قله تركيز، النني لسه نازل يعمل غلطه يدخل منها جول، برضه في قله تركيز. كان معايا مداخله مع احمد عبد الواسط الصحفي، وقال لي خبر انا اول مره اسمعه دلوقتي، بيقول ان محمد النني اعترض على انه ما ابتداش اساسي في المباراه، وفي مشكله ما بينه وبين كابتن حسام بدري، والمشكله دي هتظهر على السطح بعد انتهاء مباراه جزر القمر. لو ده فعلا حصل رايك ايه؟ يمكن انا بثق في زميلي احمد عبد الباسط، هو مميز من الناس المميزه في تغطيه اتحاد الكره ومنتخب مصر. واعتقد انه النني لما نزل مباراه كينيا ما كانش بيقدم المستوى اللي المفروض هو يقدمه. حتى النني فتره الجلوس على الدكه كثيرا مع ارسنال في الفتره الاخيره، ثم الانتقال لبشكتاش بدايه سيئه بطرده ولجنه تاديب في الاتحاد التركي، اللخبطه اللي عند النني في مشواره برضه مأثره عليه مع المنتخب، ودا
وده طبيعي، مفيش لعيب بيبقى قاعد احتياطي في ناديه وبينزل مع منتخب بلده وبيحقق افضل مستوى. فاعتقد انه كابتن حسام البدري محتاج شويه يعيد النظر في اللعيبه والتشكيل اللي هيبدا بيه المباراه الجايه. حسب معلوماتي من تمرينه النهارده هو عمل اول تمرين النهارده في جزر القمر، انه هيكون في تغييرات في خط الدفاع، ده اساسي، هيكون في تغيير الاثنين او ثلاث لعيبه في التشكيل بتاع المباراه اللي جايه. فاعتقد انه ممكن شويه نشوف اداء مغاير، لكن خلينا نقول برده ان مباراه جزر القمر لا صعبه جدا. صعب طبعا. طيب قبل برضه ما اروح لجزر القمر، هل انت شايف ان في بعض العناصر لا تستحق التواجد في منتخب مصر من خلال المباراه اللي فاتت اللي انت شفتها؟ انا شايف انه كل العناصر اللي موجوده باستثناء خمس او ست لاعبين محتاجه اعاده تقييم. اعاده تقييم طبعا، اعاده تقييم. في ناس تستحق انها تكمل، في ناس ممكن تكون متوظفه في اماكن غير اماكنها، يعني ممكن ما يكون ما عندكش فراوده وبتحاول تلعب بطريقه ما ينفعش تنفذها في عدم وجود فراوده. يعني برده فكره انا بلعب من غير فراوده، فالمفروض اعتمد على الاطراف واعتمد على اللعيبه اللي بتدخل لعمق الملعب. انا مش شايف ده حصل في الماتش اللي فات، وخصوصا ان كينيا مش في اعلى مستوياتها. يعني لو اتكلمنا عن كينيا، اعلى لعيب فيهم فيكتور وانياما، طبعا ما عملش حاجه الماتش اللي فات، يعني برده ما شفناش منه المستوى الفظيع يعني طبعا. فما اعتقدش ان ماتش كينيا ما كانش بالصعوبه الكبيره ان انت تكسبه. هي الخلل عندك انت، فكره بناء الهجمه نفسها من الخلف للامام والربط ما بين خطوط الملعب في مشكلة، ودي كانت موجودة مع أجري رغم أنه كسب أول ثلاث ماتشات في دور المجموعات في البطولة اللي فاتت. وحتى الجهاز الفني اللي سابق اعترف بيها. صح. تمام. فواضح أن أنت محتاج تعدل ده، إذا ما كانش الجهاز الفني هو اللي يعدل ده يبقى في مشكلة كبيرة. التعامل يبقى إزاي بقى في مباراة جزر القمر؟ يغير في التشكيل، يعدل في الخطط، الشكل التكتيكي، الفكر ممكن يبقى إزاي؟ لازم هيعدل في التشكيل، ده طبيعي، لانه في لعيبه ما كانتش في مستوى جيد في قدام كينيا. فاعتقد ان الاعتماد عليهم تاني قدام جزر القمر هيكون مخاطره، لان انت كمان بتلعب بره ارضك في اجواء انت ما تكونش يعني مش متعود عليها، رطوبه عاليه، انت ما لعبتش كمان مع جزر القمر قبل كده اصلا. صح. فالموضوع صعب، ولا ودي ولا رسمي، ولا ودي ولا رسمي. هي اول لقاء. فاعتقد انه هتكون مباراه للتاريخ، اتمنى يكون لتاريخ منتخب مصر، انه يؤكد ان هو اول مباراه يلعبها مع جزر القمر بيحقق الفوز ان شاء الله. لكن انا شايف انه يعني امير عبده اللي هو المدرب مع جزر القمر راجل فرنسي الجنسيه، متطور جدا، لعب في فرنسا ودرب في فرنسا وبقاله فتره طويله في منصبه دلوقتي، وعارف كل اللعيبه بتاعته، واعتقد ان هم يعني مقدمين مستوى متطور، وشفناهم حتى في التصفيات، وشفناهم قدام المغرب، وشفنا انهم تعادلوا مع المغرب، شفنا منهم مباريات جيده جدا. فاعتقد انه لا، يعني كابتن حسام البدري محتاج شويه تركيز زياده، محتاج يدرس التشكيل اللي هيبتدي بيه المباراه اللي جايه دي، لانه بعد كده هيبقى في مرمى او في مرمى سهام الانتقاد طبعا اذا حصل اي نتيجه بخلاف الفوز. قرار استبعاد لاعبي بيراميدز شايفه صحيح ولا كان خاطئ؟ لا، انا شايفه تصفيه حسابات ما بين ناس كانت موجوده في المكان وخرجت وناس ثانيه دخلت مكانها. تصفيه حسابات؟ طبعا تصفيه حسابات، لانه كان في حد متحكم في منتخب مصر في وقته، وانا كتبتها بشكل صريح قبل بطوله افريقيا اللي فاتت بكتير، وبالصور وبالدلائل، كان في حد متحكم في المنتخب ما بقاش متحكم، وكان في حد موجود في بيراميدز بقى المدير الفني لمنتخب مصر. فهو الموضوع حتى لعيبه بيراميدز اللي كانت مستدعاه للمنتخب، يعني اعتقد ان هم ابدوا استيائهم من قرار هم ذنبهم ايه يعني؟ ملهاش ذنب المنتخب كمان، يعني إيه؟ المنتخب كمان هو اتحرم من لعيبه كان ممكن تفيده. احنا في النهايه لما نتكلم عن منتخب مصر مفيش بقى كلام عن اسماء الانديه، يعني في النهايه بتتكلم عن منتخب مصر. فاعتقد انه كان تصفيه حسابات ما بين بعض المسؤولين. واتمنى ما تتكررش تاني، وكنت اتمنى كمان اللجنه الخماسيه تتدخل في موقف زي ده، لانه بقى ده دورها. يعني لما يكون في موقف زي ده لابد ان المشكله تتحل بسرعه. سواء كان في اصرار من كابتن حسام البدري على الاستبعاد، ما هو مش دايما فكره ان انا عايز اخد قرار تربوي هو صح. القرار التربوي ده واجب ولازم، وشفنا النادي الاهلي على مدار تاريخه بياخد قرارات تربويه فعلا، وبيثبت ان هي صحيحه طبعا. لكن في نقطه، انا لما اخد قرار تربوي اقوم احرم المنتخب من جهود لاعبين كانوا ممكن يفيدوني، وبدل ما انا دلوقتي بانتقد وعندي مشكله فنيه وعندي مشكله مع حتى شكلي قدام الجمهور في بدايتي الرسميه مع المنتخب، لا، كان ممكن الامور تتحل بشكل مختلف عن كده. اثروا مع المنتخب؟ طيب يعني اكيد طبعا، يعني عايز اقول لك انه انت لما تكون عامل حسابك واستدعيت اللعيبه دي اكيد انت شايف فيهم كنت حاططهم في خططك، وكنت حاططهم في اعتبارك طبعا، وكنت هتستفيد منهم. نتوقع ان احنا ممكن باذن الله نفوز على جزر القمر او لازم نتعادل؟ لازم نفوز، وتوقعاتي ان شاء الله ربنا هيكرم منتخب مصر وهيحقق الفوز. لكن اذا كان في نوع من الانضباط، نوع من برضو من
من الذكاء شويه في التعامل مع المباراه. الدولي غير الدوري خالص طبعا، لابد ان دي تبقى يعني قدام عينين كابتن حسام البدري وجهازه المعاون. الحاجه الغريبه شويه عمر ان اللعيبه كلهم ما كانوش في مستواهم خالص. يعني انت في بعض المباريات بتبقى وحش سواء كنادي او منتخب، لكن بتلاقي واحد اتنين تلاته عملوا مباراه كويسه، لكن ما كانش في حد خالص لعب ماتش حلو. بص، هو داي اوف لمنتخب مصر بس في نفس الوقت احنا بقالنا كتير على كده. ليه؟ هقول لك ليه. لانه انت ما عندكش فلسفه لكره القدم في اتحاد الكره في مصر اصلا. يعني انت مش عارف انت واقف فين وعاوز ايه. خلينا نقول ان ده النظره الاشمل او النقطه الاشمل والصلب الموضوع اللي المفروض احنا نتكلم فيه النهارده، لكن احنا للاسف هنضطر نناقش جزر القمر وكينيا طبعا والنتيجه واللي حصل. لكن الصح بيقول انه انا على اي اساس اخترت الجهاز الفني ده، وعلى اي اساس الجهاز الفني ده بيتعامل في منظومه اللاعبين اللي موجوده قدامه، وعلى اي اساس بيشتغل. هو عارف انه بعد كده يقول لك هصعد لعيبه من المنتخب الاولمبي. طب هو في تنسيق اصلا حصل؟ يعني انا برضو بشوف اخبار لطيفه بتاعت كابتن حسام البدري يدعم كابتن شوقي غريب، وكابتن شوقي غريب بيتمنى التوفيق لكابتن حسام البدري والمنتخب الاول. هل في شغل فني وتنسيق؟ مين المدير الفني لاتحاد الكوره؟ هو الدكتور محمود سعد، وراجل قيمه وراجل اكاديمي محترم وكان نجم كبير في نادي الزمالك. ايه دوره مع الكابتن شوقي غريب ومع الكابتن حسام البدري؟ انا ما اعتقدش انه في دور. مفيش دور. تمام؟ انا ما اعتقدش مفيش تواصل. وحسب معلوماتي مفيش تواصل، ما اعتقدش انه بيتصل بيهم في شيء يعني. هو مركز شويه في الكره النسائيه دلوقتي وده جزء من مهمته طبعا، لكن كنت اتمنى انه يكون في خطه واضحه المعالم لنشاط المنتخبات الوطنيه الفتره اللي جايه. منتخب الشباب طيب فين؟ ما في منتخب شباب على فكره. طب بيشتغل برضه، بيشتغل لوحده وفي الجزيره منعزله. ومنتخب الاولمبي مركز، انا عايز اطلع اولمبياد يا عم، ماليش دعوه باللي بيحصل ده كله. تمام، منتخب الاول والنبي نكسب جزر القمر يا جماعه، عشان احنا وضعنا بقى وحش قوي. طب يا جماعه منظومه الكوره بقى ايه وضعها في القصه دي؟ هي دي النقطه، ده الاهم، وده اللي المفروض كل الاعلام كمان الرياضي يتكلم فيه. للاسف اداره الكوره في مصر فشلت فشل ذريع. انا بجيب من الاخر بصراحه عمر، في اتحاد الكوره لفترات النجاحات بتبقى نجاحات بالصدفه، والدليل انه المنتخب الاولمبي دلوقتي ناجح والمنتخب الاول بيعاني، وفي منتخب شباب لسه بيتكون. انا مش عارف هو مصيره هيبقى ايه بعد كده. ممكن منتخب الشباب ده ما يعرفش حاجه يعني، هيلعب بطوله وبعد كده برده يتم تسريح اللاعبين. ده ما ينفعش. ودي مش سياسه اداره كوره على اي مستوى. يعني احنا بنشوف دلوقتي منتخبات زي جزر القمر، زي كاب فيردي، زي حتى إسواتيني بدات تتطور، جامبيا بتتطور وبيجيبوا مدربين. احنا يعني شفنا منتخب ليبيريا نفسه هيبتدي يتحرك الفتره اللي جايه. اعتقد ان المنتخبات الصغيره بدات حتى تجيب خبراء اجانب من اوروبا بيشتغلوا عندها، حتى لو في صوره منح كمان. يعني المهم ان في تنميه وفي شغل بيتعمل على اساس علمي، وهو الشغل ده اللي بيبقى له ناتج بعد كده. هي النتيجه اللي احنا بنشوفها دلوقتي دي، سواء من حيث الاداء او النتائج بالنسبه للمنتخب الاول، ده ممكن يكون بسبب اللخبطه اللي حصلت في بطوله الدوري السنه اللي فاتت والموسم الاستثنائي اللي احنا شفناه وعشناه. يعني لا، من بعد 2011 انا شايف انه خلينا صراحه كمان انت من بعد بس عايز اقول لك من بعد 2011 انت برضه وصلت نهائي ده بطوله الامم الافريقيه. اختلف بس وصلته بالصدفه، وصلت كاس عالم. كان عندك مدرب بيلعب على طريقه هو شايفها مناسبه ونجح فيها، وكان فارض، على فكره هو كان فارض رايه ورؤيته على اتحاد الكوره. فكان في حد في المنظومه عارف هو بيعمل ايه، حتى لو كنت انا اختلفت معاك كتير. وفي قرارات زي قرار استبعاد حسام غالي وده كابتن منتخب مصر كنت مختلف معاه تماما. لكن في النهايه لما هتيجي تقيم الراجل بالورقه والقلم هو نجح. وهو اللي فرض رايه على اتحاد الكوره، واتحاد الكوره ما كانش بيعرف يتدخل في قراراته في الوقت ده. وبالتالي كان في حد عارف هو بيعمل ايه. بمعنى ايه يعني؟ دلوقتي بقى في مشكله. دلوقتي انا بقول لك احنا طرحنا تساؤلات. يعني هل في تنسيق ما بين كابتن حسام البدري وكابتن شوقي غريب؟ دور كابتن محمود سعد والدكتور محمود سعد ايه؟ دور اتحاد الكوره ايه؟ كل ده مش واضح. وبالتالي لما تيجي تكلمني عن النجاحات اللي حصلت من بعد 2011 في الكوره في مصر في المنتخب لحد دلوقتي، هو الجزء بتاع هيكتور كوبر له طبيعه خاصه. هو الراجل طبيعته كده وبيشتغل كده بالطريقه دي، وقدر انه يفرض الاسلوب ده على مصر كلها، لدرجه ان في بعض المدربين في الدوري وحتى دوري المظاليم كانوا بيلعبوا بطريقته في الوقت فعلا ده. صح صح، اعجبوا صح بالطريقه، وفعلا بداوا يطبقوها. لكن تعالى دلوقتي قول لي طريقه المنتخب ايه؟ المنتخب الاول مفيش. تمام؟ فالموضوع صعب شويه، ده جزء. الجزء الثاني، انا من بعد 2011 المشكله مش في التاريخ 2011، لا أيوة فاهم. المشكله انه بقى فيه عندي دوري غير منتظم، عندي اتحاد كوره كل شويه مجلس بيتشال ومجلس بيجي ومجلس بيتعين ومجلس بيجي بعديه، في لخبطه. فما فيش رؤيه واضحه وثابته، حتى لو الناس اتغيرت تكون الرؤيه دي في ناس بتيجي تكملها. هي دي المشكله اللي حصلت من بعد 2011 النهارده. النجاحات هتيجي بالصدفه.
بالصدفه بالصدفه. خلينا صراحه دي مشكلة كبيرة في الحقيقة يعني. طب نروح المنتخب الأولمبي شوية نفتح نفسنا شوية يعني. طبعا الناس بصراحة عاملين شغل كويس. اه الأداء كان مش حلو في بداية البطولة وبرضه في ملاحظات كتير في بعض الأحيان، لكن في الآخر المهم إيه اللي بيحصل؟ المنتخب بيكسب. المنتخب الأولمبي تقييمك إيه لأول ثلاث مباريات قبل المباراة غاية في الأهمية والناس مقلقة منها شوية، ممكن بيفكروا في تكرار سيناريو جنوب أفريقيا معانا في الكبار يعني؟ لا أنا شايف إن في فرق. خلينا نقول إنه حتى لو الأداء الفني في الثلاث مباريات أو الخططي ما كانش واضح للناس، على فكره ده مستوى البطوله بالكامل عشان ما نظلمش لعيبه منتخب تمام مصر ولا الجهاز الفني لمنتخب مصر. لو بصيت على بقيه المنتخبات لا عندهم نفس العشوائيه، يعني في جزء عشوائي كده بيحصل في الملعب، ده موجود في كل المنتخبات اللي لعبت في البطوله دي. المستوى الفني مش عالي قوي، لكن اللي فارق مع منتخب مصر الاولمبي الروح العاليه جدا عند كل اللعيبه، وده مش كلام زي ما بنقول كلام اوانطه، لا هو فعلا في روح عند اللعيبه فعلا، والروح دي فرقت معاهم حتى في مباراه غانا، شفنا انه بتتاخر مرتين وبترجع تكسب. صح. النقطه الاهم من ده كله ان في لعيبه عايزه تثبت نفسها. انت تعرف نعرف خمس ست لعيبه بيلعبوا مع الفريق الاول في الاهلي في الزمالك في الجونه، لكن في لعيبه تانية اللي طالع من الاسماعيلي عبد الرحمن مجدي شويه بيلعب في الاسماعيلي وشويه بيغيب، بنشوف كريم العراقي شويه من المصري، بنشوف بيكهام ولعيب كويس جدا احمد بيلعب اساسي في دجله، رمضان بيلعب اساسي في وادي دجله ومع مدرب كويس وده باين في ادائه على فكره. صح. في البطوله. صح. فاعتقد انه الفرقه فيها لعيبه عايز تثبت نفسها وفيها لعيبه بتحب بعض، يعني انا دايما بتابع كده التصريحات بشوف اللعيبه بتقول ايه. صح. صح. بتعجبني تصريحاتهم ان فيها اتزان وتاكيد الكابتن شوقي غريب بعد كل مباراه ان انا ما عملتش حاجه لحد دلوقتي، ما وصلتش لاي شيء كويس. لقيت اللعيبه بدات تردد التصريح ده حتى بعد الفوز على الكاميرون، ده مهم جدا. فاعتقد انه لا في نوع من الاتزان عند اللعيبه دي. النقطه الثانيه ان انت بتلعب على ارضك وسط جمهورك، في دفع قوي بالظبط، في جمهور بيدخل وبيشجعك والجمهور متفائل بيهم جدا، يعني الجمهور بدا ينصرف عن تشجيع المنتخب الاول او مش مركز قوي مع المنتخب الاول لانه شايف انه اللي بيحقق له رغبته وبيشبع له رغبته في الانتصار والفرحه والفخر هو منتخب الاولمبي دلوقتي، فالتركيز بقى مع المنتخب الاولمبي. فاعتقد انه التقييم لو مباراه مالي هي مباراه افتتاحيه، المستوى ما كانش عالي قوي، مباراه غانا كانت رائعه جدا، التبديلات كانت كويسه رغم الاخطاء الدفاعيه لازم تتصلح، لازم يكون في توجيهات للمدافعين عشان يتفادى لانه رجعنا في الكاميرون برضه. ممكن تكون الاخطاء الدفاعيه دي بسبب اسلوب اللعب؟ ممكن اسلوب اللعب وممكن قله خبره من بعض اللعيبه، في برضه قله خبره عند بعض اللعيبه وده واضح، لكن في نفس الوقت المهم انك تتطور، لانه انا ماتش جنوب افريقيا بالنسبه لي ماتش فاصل، طبعا هصعد فيه اولمبياد او هبقى بره ما عملتش حاجه خالص، هبقى كل اللي حصل ده ولا كانه حصل. فاعتقد ان اللعيبه مدركه ده كويس، الاهم ان الجهاز يصدر لهم نفس الفكره انه انا يهمني اتخطى جنوب افريقيا وبعد كده افكر في اي حاجه. ابرز لاعبي المنتخب مين؟ انا شايف طبعا مصطفى محمد بلا جدال، راجل لعيب هايل يعني، كان شايف انديه اوروبيه بتتابعه فعلا وده حقيقي هنا في البطوله. في مندوب انت اللي هتجاوبني بقى على السؤال ده، هو في فعلا مندوب من ريال مدريد موجود؟ لا مش مندوب من ريال مدريد، هو في مندوب من شركه هولنديه كبيره وبيتكلم باسماء انديه مختلفه. وده انا قابلته هنا شفته يعني وسالته انت بتتابع مين، فهو قال لي ان هو بيتابع مصطفى محمد فعلا بس ما قاليش على الانديه، لكن مش ريال مدريد. ده جزء. الجزء الثاني اكرم توفيق هايل جدا في البطوله دي فعلا. بيأدي بقوه لحد يعني 90 دقيقه بيأدي بقوه. احمد رمضان بيكهام لعيب هايل طبعا، وواضح ان في تطور في ادائه وفي نضج في ادائه هايل. رمضان صبحي حلو، رمضان صبحي ده بره التقييم لانه الحقيقه اثبت ان هو قائد ملتزم جدا. انا عجبني تصريح لشوقي غريب قبل البطوله لفت نظري جدا، قال ان هو بيشكر قبل البطوله بدايه المعسكر، انا بشكر رمضان صبحي الاكثر التزاما بين كل اللعيبه، فده يدل على انه عقليه رمضان صبحي في تطور مستمر واداؤه كمان واداؤه كمان عالي جدا، فاتمنى ان هو يستمر على كده. مش عايزين نظلم حد، عبد الرحمن مجدي كويس، لا كله عامل اللعيبه كلها عامله، كريم العراقي عامل، كريم العراقي، احمد ياسر ريان برده عامل اداء في الوقت القليل اللي بيشارك فيه، محمود الجزار لما بينزل لو كان يعني موجود في الملعب اعتقد انه كمان هيأدي بشكل كويس. في اكتر من لعيب كويس في المنتخب، لعيبه مبشره، محمد صبحي كويس. السؤال مشكله يا امير فيما بعد مرحله المنتخب ده بقى، هل اللعيبه دي هتكمل ولا لا؟ هي دي المشكله. وهل في برنامج لاستغلالهم بعد كده ويبقى في تواصل اجيال ويكون عندهم فرصه في المنتخب الاول ولا لا؟ ده كله بيبقى بناء على التخطيط اللي احنا بنفتقده. طب عايز اختم معاك بالاهلي. انت عارف الاهلي طبعا في الفتره الحاليه عنده استعداد لتحديات مختلفه محليا وافريقيا، بتشوف الاستعداد ازاي خصوصا في ظل تواجد مباراه وديه يوم الثلاثاء ان شاء الله؟ اعتقد انه الاهلي بيعمل في صمت في الفتره الحاليه، يعني سمت ريني فايلر انه بيشتغل في هدوء، واعتقد كمان ان هو كان مركز في كل التفاصيل من بدايه تعاقده مع النادي الاهلي من اول يوم ولحد النهارده.
وبالمناسبه الجهاز المعاون معاه بالكامل بالعناصر الاجنبيه والعناصر المصريه، ناس على مستوى الكفاءه. والحقيقه ده باين على اداء كل اللعيبه، طب في تطور في اداء اللعيبه. فتره التوقف دي كانت سلاح ذو حدين بالنسبه لفايلر. اعتقد انه من متابعتنا للي هو بيعمله، لا هو استغلها صح. الراجل قطع اجازته في مره ولغى اجازته وكمل وعمل صح. برنامج للعيبه اللي راجعه من المنتخب، وبرنامج للعيبه اللي بتلعب معاه واللي ما بتلعبش، ابتدى يشتغل على انه يوصل لما بعد فتره التوقف بنفس المستوى اللي نهى بيه، اللي هو ايه؟ انه عنده السكواد بالكامل، رجله في الملعب. صح. السكواد بالكامل جاهز انه يشارك في اي وقت. طبعا بتشوف بقى اصابه حمدي فتحي، ودي كانت سوء حظ، لكن اعتقد انه فايلر هيتعامل بشكل كويس مع الفترة اللي جاية إن شاء الله. نتمنى له كل التوفيق. تتوقع أن الأهلي يعود بنفس القوة اللي ختم بيها قبل التوقف؟ أعتقد يعني عناصر الفريق في النادي الأهلي البدلة والأساسيين، ولو أن ما بقاش في بدلة وأساسيين من بداية فترة فايلر، ودي حقيقة. لكن أنا شايف أن العناصر اللي موجودة مع النادي الأهلي رغم الإصابات والغيابات، لا تؤهله أنه يحقق نتائج كبيرة جدا في الدوري الفترة اللي جاية. غياب حمدي فتحي هيأثر معاه؟ طبعا، لانه لعيب مميز جدا. لكن المهم بقى ده اختبار لفايلر، البديل هيكون على نفس المستوى ولا لا. هختم معاك بسؤال اخير بسرعه عشان وقتنا تقريبا خلص. رمضان صبحي، السر في تطور مستواه هل فايلر ولا بعض الناس بيقول لك كابتن شوقي غريب غير مستوى رمضان صبحي؟ على فكره مع احترامي طبعا وتقدير كابتن شوقي غريب ومستر فايلر، رؤيتك انت وجهه نظرك ايه؟ لا انا شايف انه رمضان صبحي لعيب عنده امكانيات هائله جدا. أوكي. تطورت وتمحورت كده واتحطت في اطارها السليم بقميص النادي الاهلي، وده انعكس على منتخب مصر الاولمبي. حلو. انا بشكرك يا عمر، شكرا جزيلا في الحقيقه، دايما بستمتع وانت معايا في الحقيقه. حبيبي بشكرك، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. كان معانا واحد من اشطر الصحفيين واكبر النقاد الرياضيين في مصر في الحقيقه، وخصوصا في الجانب العالمي، لكن احنا ما كانش عندنا وقت نتكلم في الجانب العالمي، ان شاء الله تتعود في حلقات اخرى. الاستاذ عمر البنوبي الناقد الرياضي بقى اخبار اليوم، واتكلمنا في بعض الجوانب المحليه الهامه جدا. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، بكره حلقه جديده ان شاء الله، استنونا. الى اللقاء.